وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد رعى توقيع اتفاقية جدة للسلام بين الرئيس الأريتري أسياس أفورغي ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد علي، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد. وبعد توقيع الاتفاقية قلد خادم الحرمين الرئيس الأريتري ورئيس الوزراء الأثيوبي قلادة الملك عبد العزيز التي تعد من أرفع الأوسمة في المملكة العربية السعودية. الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تأتي في إطار جهود الرياض الحثيثة في دعم وتحقيق السلام في المنطقة والعالم.